خلينا نسمع الأستاذة شيرين الشربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، هتقول إيه عن ملامح المبادرة الجديدة الخاصة بتشجيع منتج مصر. برحب بحضرتك يا أستاذة شيرين، أهلا وسهلا. وإيه أهم بنود المبادرة الجديدة؟ إزاي بتساهم في زيادة التصدير للمنتج المصري في الخارج؟ خطة الترويج للصادرات المصرية هي فيها كذا شق الحقيقة، مش بس الترويج عن طريق جاليات مثلا مصرية بالخارج، لا، ولكن المعارض والبعثات التجارية. ايوه المشكلة زي ما حضرتك كنت بتقولي ان الصادرات ما استفادتش قوي من الاحلال من التعويض الجنيه، لان مدخلات الانتاج فعلا كانت من المستوردة، طبعا سعرها غالي، والتكلفة على المصانع نفسه زادت، مواصلات الكهرباء وكل تكلفة الإنتاج زادت، فكان السعر التنافسي ما كانش في طفرة للصادرات جامد. ولكن الخطة اللي لنا السنة الجاية هي إن إحنا نبتدي نعمل مبادرات مع الجاليات المصرية بالخارج، وده بالتعاون مع وزارة الهجرة، علشان إحنا عارفين كويس قوي إن معظم المصريين بالخارج بيكونوا عايزين يعملوا مشاريع واستثمارات، فالموضوع الصادرات بالنسبة لهم ممكن يبقى حاجة جديدة إنهم يشتغلوا معانا عليه. وده عن طريق ان احنا نتواصل مع وزاره الهجره في اننا نبتدي نعمل برامج للدول المختلفه والاسواق المختلفه اللي احنا عايزين نبتدي. يعني الاسواق، المشكله الاساسيه ان احنا اسواقنا ما زادتش عن من 5 سنين، الاسواق الجديده هي دي اللي المفروض نبتدي نشتغل عليها بعد الأسواق الجديدة اسواق جديده. يعني في بمعنى دلوقتي التجاره الدوليه الاسواق فيها بتتغير والحالات التجاريه بتتغير، وفي اسواق بتبقى الطفرة فيها في مستوى المعيشة زيادة، فنمط الاستهلاك بتاعهم بيزيد، وساعتها ممكن احنا نبتدي تستوعب المنتجات المصرية. يعني دول وسط آسيا مثلا، أفريقيا، شرق أوروبا، أمريكا الجنوبية، في أسواق جديدة بالنسبة لنا احنا كمنتجات مصرية لسه ما كانتش وصلت لها بالطريقة اللي احنا يعني بنستهدفها، فدي أسواق جديدة. غير إن قاعدة المصدرين ناس لازم تبقى، لأن هم المصدرين عددهم زي ما هو بقى لهم فترة، يعني بقى سنين هم المصدرين، هم احنا محتاجين نشتغل ان احنا نزود القاعدة التصديرية. القاعدة التصديرية مش هتزيد غير بالتدريب ورفع قدرات المصدرين والتوعية على أهمية التصدير وإيه المنتجات اللي ممكن الأسواق تكون محتاجاها. ايه المنتجات اللي ممكن تكون الأسواق محتاجاها؟ ده طبعا سؤال، لأن هي كويس هتعرف قوي. ايه اللي ممكن يعني يكون يعني عندنا فعلا هو فعلا ميزة تنافسية لازم ننتبه لها، تحقق لنا ربح، تحقق لنا تواجد ومساحة في الأسواق الخارجية لأننا بنمتلكها بقوة عن غيرنا. لا حضرتك، المنتجات بتاعتنا احنا بنعتمد تمادي على الحاصلات الزراعيه والصناعات الغذائيه، المواد الكيماويه ومواد البناء، ايوه ولكن احنا بالنسبه لنا في اسواق بيبقى في منتجات معينه هي محتاجاها، من السهل ان احنا نتوصل فيه، يعني لازم نبص لها بالطريقه الاخرى، يعني ايه المنتج، ايه السوق محتاج ايه واحنا نبتدي نصنعه، وده ده مهم جدا في الفتره اللي جايه. واحلال الواردات حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا برضه، عشان مدخلات الانتاج تبقى بسعر كويس نقدر فيه نستفيد ويبقى فيه ميزه تنافسيه للمنتج. طيب مشكلة يا أستاذة شيرين مكونات المنتج المصري اللي ممكن تكون مستوردة أو هي مش موجودة أساسا، فبتبقى فيها مجهود للحصول عليها هي ده وتبعاتها برنامج بقى. ما تعميق هو الصناعه بقى المفروض وزاره التجاره والصناعه شغاله عليه الفتره اللي جايه، آه هو احلال الواردات. ما هي اهم حاجه ان احنا نعرف مدخلات الانتاج بتاعتنا، ايه اللي ممكن يصنع في مصر، ايه اللي ممكن يحل مكان المستورد. هو دي في حاجات صعبه انها تبقى يعني نحلها في منتجات مصريه، ولكن في يمكن 60% من مدخلات الانتاج ممكن تتعمل في مصر. طبعا السلع الاستثماريه اللي هي المكن والمعدات ممكن طبعا يبقى صعب ان احنا نوصل، بس في بعض القطع الغيار وبعض القطع المكن ده ممكن تتصنع في مصر. ففي لازم يبقى في شغل جامد جدا الفتره اللي جايه، وبرامج جاده شغالين عليها وزاره التجاره والصناعه مع الجهات المعنيه على تعميق التصنيع، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا عشان الصادرات تقدر تبقى ليها ميزه تنافسيه، ويبقى نقدر ان احنا مدخلات إنتاجنا ما تبقاش كلها مستوردات. طيب أنا يعني عايز أخد رأي حضرتك بشكل عام عن المنتج المصري حاليا.
هل فعلا في على الأرض فعلا يعني إنتاج مختلف عن زمان، في اتجاه فعلا للمنتجات المصرية في مجالات يعني مختلفة، في حماس موجود دلوقتي، في نجاح للمنتج المصري أساسا؟ طبعا في كل قطاع طفرات، يعني هتلاقي حضرتك مثلا في الملابس الجاهزه وبعض لازم يبقى لينا احنا براند. يعني هي المشكله الاساسيه ان احنا طبعا بنصنع للبيع خصوصا في الملابس الجاهزه، ولكن دلوقتي ابتدى يطلع الشباب من الديزاينرز او مصممين ابتدوا يعملوا البراند بتاعتهم، وده صحيح نمط مهم جدا بالنسبه لنا، لان جدا اكتر حاجه يعني بيبقى ليها ميزه تنافسيه هو التصميم والموضة. يعني والملابس. الموضة صحيح. بالظبط، فاحنا لازم يبقى لينا الطابع بتاعنا والاتجاهات دلوقتي. ودي صعبة جدا يا أستاذة شيرين إن هم ينجحوا في مجال زي ده بس سوق في كبير رواد جدا يعني. اعمال، في رواد اعمال نجحوا، مش لازم اقول اسامي، بس طبعا رواد يعني اعمال إنهم يعرفوا يعني ابتدوا يوصلوا في يصدروا المجال ده، ده شيء ويصدروا. يعني يقدر. لا، وفي منهم بيصدر لتشينز عالمية، يعني مش عايزه اقول اسماء، بس في ناس بتصدر فعلا للتشينز عالميه وبيتكلموا عليهم في الاعلام الاجنبي، فده معناه ان في فرصه، بس المهم رواد الاعمال دول يبقوا عندهم التالنت اللي هو يقدر يعمل بيه تصميمات جديده، لان البراندنج واللي يبقى عندنا براندات مصريه دي من اهم الحاجات اللي ممكن فعلا تعمل لنا طفره في التصدير، لان البراند العلامات التجاريه دي بتبقى ليها ميزة تنافسية وليها يعني مكسب أكبر بكتير جدا من التصنيع لدى الخارج. يعني إن هم يعملوا سورسنج من مصر غير لما يبقى فيه براندز مصرية موجودة، وإحنا عندنا براند أوريدي في مصر في مجال الملابس الجاهزة وفي قطاعات تانية. يعني إحنا عندنا الأسمدة مثلا في الكيماويات من أجود الأسمدة، فليه ما يبقاش عندنا براند في كل قطاع؟ لو خدنا كل السنة دي نعمل من كل قطاع تو براندز، على الأقل 2 براندز نبتدي نصدرهم ونعمل لهم ترويج وتسويق، ده ممكن يعمل لنا طفره جامده. احنا مشكلتنا برضو في التسويق والترويج، احنا ما بنعرفش نبيع نفسنا كويس، ممكن دي فعلا حاجه اتجاه الوزارة للمكاتب في الخارج وانها هيتم الاعتماد عليها يعني بنسبة اكيد معينة للترويج للمنتجات دي يجيب النتيجة المطلوبة والجالية اللي في الخارج ايضا الجالية المصرية. طبعا طبعا، بس هو الترويج بيبقى على 2 مستوى، مستوى الترويج لمصر كلها ان مصر كايدنتيتي ومصر صوره مصر بره، وفي نفس الوقت الترويج على مستوى المنتج، فالبراندنج لازم يطلع على المستويين مع بعض، على مستوى المنتجات وعلى مستوى مصر كلها. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا أستاذة شيرين الشربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، بتمنى النجاح لكل المجالات المنتج المصري عارف أنه ينجح فيها. بتفق جدا مع أستاذة شيرين أنه مجال الملابس واحدة من المجالات اللي قدرت مصر أنها تنجح فيها.